دوت السياق ليه الدرامي. صيغ يعني من سنين حضرتك لما اخترنا سهر الليالي كان كتبه للكبار يعني سهر فقط الليالي كان من الافلام المشاركه في بالظبط المهرجان، لانه كان الفيلم مبني صح، كان فيه اخطاء وكل واحد اعترف بخطئه وبيقول زي ما ربنا سامحني انا مسامحك، زي ما ربنا مسامحني انت سامحني. فهو مش مبني على كده انه عايز بس يوري بمعنى انه اسفاف وكده، لا لا لا، مبني كان مشهد بيقول اخطاء من البعض وبيعترفوا بخطائهم. تمام. اهم حاجه ما يكونش مبني الفيلم كله على المشاهد او افلام هابطه كتير بالظبط، او مثلا بيجرح في شخصيه معينه معروفه بيدخل في السياسه او غيره، او في ناحيه دينيه اي دين. يعني حضرتك احنا من كام سنه لما ما اخترناش فيلم الشيخ جاكسون احد النقاد كتب نقد سلبي ضد المركز، فلما انا عمل معايا حوار في تلفزيوني فانا قلت له بالعكس المفروض يشكرنا لسبب، احنا كجهه دينيه مركز كاثوليكي ما رضناش ناخد الفيلم لانه كان في جوه المسجد هو تخيل احمد الفيشاوي لانه كان بيئم المسلمين، وتخيل وقتها انه كل هو قام رقص وكل موجودين رقصوا، فاحنا ما رضناش ناخد دوت عشان احتراما لحرمه المكان بالظبط. فالمفروض هو يشكرنا، هو حتى بعد كده شال البوست بتاعه. فاحنا دايما بنخلي بالنا من الحته دي حضرتك. اي دين اي شخص اي شخصيه بعينه عاوز يعني ينقدها بطريقه باينه مفهوم ايه ده، ما بنرفض تماما هذا الفيلم. مظبوط. الامور اللي دايما بتبقى متعلقه بالدين بتبقى حساسه شويتين ثلاثه، والناس بتقابلها بانتقاد شديد، فهل بيتم نقد المهرجان بسبب توجهاته الدينيه او ان هو بيعتمد في الاساس اصلا على وازع ديني؟ هو اولا حركة المهرجان مش مبني على توجهات دينيه وكله عارف كده، لانه حتى المكرمين او غيره الافلام مالهاش دعوه، هتلاقي معظم يعني كل لجنه كلهم مسلمين كل مالناش دعوه بموضوع الدين، ما يعني بتخش مش بتبصوا للديانه خالص، حتى ما بيقومش على وده بيشعروا بيه الصحفيين والاعلاميين بيجوا عندنا بيقولوا نفس الكلام، مفيش كلام ده نهائي عندنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك يعني احنا كجهه دينيه بنشجع، وما عمرنا مثلا هنختار فيلم سيء فيجي يقولوا ازاي تاخدوه، هو ما بيتدخلش ناحيه دينيه خالص، وكل اللي بيدخلوا اذا كانت لجنه التحكيم، اذا كان الاعلام، اذا كان المكرمين، اذا كان افلام، ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. اكيد يبقى في نقد حضرتك، يعني في مثلا بعض النقاد، وانا اتكلمت مع واحد في التليفون بس مش هقول اسمه، يعني كان يقول ما فيش حاجه اسمها افلام نظيفه، ما فيش حاجه اسمها اختاروا على معايير اخلاقيه فنيه انسانيه. فانا اتصلت بيه قلت له حضرتك بس ده اعتبره سر اعتراف بيني وحضرتك، تقبل حضرتك ان ابنك او بنتك يشوف فيلم يعني يبوظ اخلاقه بعد ما حضرتك ربيته؟ قال لي لا. قلت له حضرتك جاوبت على السؤال خلاص بس كده، ودوت الهدف الرئيسي وده المعيار الاساسي في اختيار كل الافلام بزا. حاجات ينفع طيب. كلنا نتفرج عليها. الاب بطرس دانيال معانا كتابين للدوره السبعين على مدار سبعين عام من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وده ال 72 ده انت هتوري الساده المشاهدين أنا في حاجه صح؟ ايوه ده هوري الساده المشاهدين بقى معانا.